السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. تابع ومذكور إلى الهدف. لا الهدف الأول، نعم جول، ذكر عبد الإله مذكور، فجاء الهدف مذكور بعدها من خط مرمى أنس زنيتي قبل خمس دقائق، مذكور على الكرة وجاب ركنية، مذكور استغل الركنية، يغطي الدفاع، وصلت لمحسن متولي والثاني جول، الثاني للرجاء، الثاني رجاوي من بين مالانجو بعد خطأ فادح في دفاع فريق بيراميدز يستغله محسن متولي.